كان نهج الوائل يرفض بدعاه يرفض خدعاه أهرسالي الأثر للحسين بن علي كان أمينا صلبا رزينا على مر الدهر كلنا لاجل حسين من احنا غير حسين احنا غير حسين ما عدنا واسي نبكي بو فاضل نبكي بو والدمع نبكي كلنا كلنا لاجل حسين ما دمع احنا غير حسين ربما كان كلاما يلهب المشاعر ربما كان كلاما يلهب المشاعر بل ترى مرثية على لسان شاعر لكن الأدهى إذا أمست على الحناجر فإذا صاحبها يستهزئ الضمائر فإذا صاحبها يهزأ بالضمائر ربما كان كلاما يلهب المشاعر بل ترى مرثية على لسان شاعر لكن الأدهى إذا أمست على الحناجر فإذا صاحبها يهزأ بالضمائر فإذا صاحبها يهزأ بالضمائر طبع اللئام شتم الكرام رمي السهام قلب الإمام طبع الغيور يبقى طهور نهج الكرام حب السلام يا لسان الشيعة الناطق في المنابر أنت من تسمو على خبائث السرائر لو يهيجون عليك الضرب بالبواتر لم قرير العين يا انشودة المحاجر نم قرير العين يا انشودة المحاجر موت الضمير درب خطير وعيا شجاب يا للعجاب وعيا شجاب يا للعجاب نهج الهدى طول المدى شمس تنير رغم السعير على من رغم العدا شامخا يا مقتدى على من رغم العدا شامخا يا مقتدى عشت في ضمائر حية ونداء رددة يا سفيرا للهدى طالما أخلصت في النية يا
الحسيني الأثر رغم أحقاد الدهر خسئوا أن يطفئوا بايا نحن منك نكتفي وإلي النجف نحن منك نكتفي وإلي النجف فليمت من سب من فليمت من سب في غايا كان نهج الوائل يرفض بدعه يرفض خدعه إرسالي الأثر للحسين بن علي كان أمينا سلبا رزينا على مر الدهر عالما رغم العدة شامخا يا مقتدى عشت في ضمائر الحياة ونداء ردده ونداء ردده يا سفيرا للهدى طالما أخلصت في نية يا حسيني الأثر رغم أحقاد الدهر فسئوا أن يطفئوا ضياء نحن منك نكتفي وإلي النجف نحن منك نكتفي وإلي النجف نحن منك نكتفي وإلي النجف فليمت من فليمت من سب في غايا كان نهج الوائل يرفض بدعه يرفض خدعه رسالي الأثر للحسين بن علي كان أمينا صلبا رزينا على مر الدهر على من رغم العدة شامخا يا مقتدى على من رغم العدة شامخا يا مقتدى عشت في ضمائر حياة ونداء ردد يا سفيرا للهدى طالما أخلصت في النية يا حسيني الأثر رغم أحقاد الدهر خسئوا أن يطفئوا ضيا نحن منك نكتفي وإلي النجف فليمت من سب في غايا فليمت من سب في غايا سلام من بعيد فارس المنبر سنحييها دروس منهج الأنوار سلام من بعيد فارس المنبر سنحييها دروس منهج الأنوار بإخلاص لخط المرتضى حيدر ومن ضل عن الدار بغدا يخسر سلام من بعيد فارس المنبر سنحييها دروس منهج الأنوار بإخلاص لخط مرتضى حيدر ومن ضل عن الدار غدا يخسر ومن ضل عن الدار غدا يخسر